المستوى الثقافي، لانك يعني كرؤساء الجماعه اليوم اللي كيبحثوا عليه من المواطن، كيبحث على تسيير كرئيس جماعه، شنو المستوى الثقافي ديالو باش يعرف يعني الراي العام يعرف شنو ولا. انا شوف، انا عندي تكوين علمي، انا قريت في الثانويه التقنيه، مشيت درت لا فيستيف جيني الكتريك، دونك انا كنت تكوين علمي. في 2015 لما دخلت المجال السياسي، اول خطوه درتها هو انني مشيت بغيت ندير علوم سياسيه. يعني انا ذاك في 2015 قلت اودي انا خاص هذا المجال اللي كنمارسو خاص نكون عارف فيه شويه. من حسن الصدفه، كنقول من حسن الصدفه، انني ما مشيتش في العلوم السياسيه لان ما كايناش في الليسونس، كتكون في ربما في الماستر، كتكون في الماستر. فلقيت في عين الشق علم اجتماع، وانا نقول لك بانني علاش كان محظوظ، لان فعلا العلم الاجتماع السياسي هو الدراسه ديال العلوم السياسيه في الحقيقه، هو الاصل. وبالتالي ملي كنتكلموا على الاجتماع، خديت ليسونس في 2018، ربما في 2020 خديت الماستر. دابا انا مسجل في سلك الدكتوراه في علم الاجتماع. التخصص ديالي هو هذا، العالم القروي، لا سوسيولوجي غوغال اي بوليتيك، وديال التنميه، وكذلك ديال لا سوسيولوجي ديال بوليتيك وديال التنميه. دونك في هذا الاتجاه هذا، وكنظن انا بانه التكوين ديالي في علم الاجتماع هو اللي بزاف ديال الحوايج الان كنشتغل بهم، فهم من هذا التكوين هذا. لذلك انا الرساله ديالي هو انه خاص لا المنتخبين، ولا كذلك الاخوان اللي في الادارات العموميه، خاصهم يشوفوا هذا العلم هذا، لانه في واحد المجموعه ديال المجالات اللي كتعلق بالتنظيم، كتعلق بواحد المجموعه ديال الحوايج اللي غيفيدوا البلاد اولا.